أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لأحد تفسيق المعين، أم أن حكمه كحكم التكفير والتبديع، ينظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع؟ الكلام على التكفير، أما التفسيق من عمل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فهو فاسق، اللي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر هذا فاسق، يحكم عليه بالفسق. نعم.